لكن ما في احد يبعدوها دفاع. الناس تروح لمروان، مروان لسترايك فري للسويد قدام، لكن تنقطع، اقطعها رياض الاحمري، محيسن يمر، محيسن وماشي، مر من عبد الله جابر، ما زال ماشي ماشي، بديها لماجد عبد الله داخل منطقه الجزاء وبيحاور، بيحاور الحارس وبيلعب على المرمى، جول، هدف، هدف بيسجله النصر في الدقيقه 18 لسه في بدايه الشوط الثاني، وتصبح النتيجه هدف للنصر مقابل لا شيء للاتحاد من مجهود شخصي بذله محيسن، مشي وفات من عبد الله جابر وادى الكوره دي مقشره، اداها لماجد اللي استعمل خبرته وحاور فيها الحارس وراح شايطها في المرمى. وادي الاعلام النصراويه وحنبدا نتفرج على كوره، هذا ماجد، ماجد هذا محيسن اللي كان اداها لماجد، هنا ماجد اصبح شبه انفراد بحرس المرمى واللي طلع له وبذل فيها مجهود لكنه ما حصل ماجد، وحصلت تغطية، هيطلع